everyone, with you Mishima Munir. Today let's start with English Wallet 4 Unit 9. النهاردة معدنا ومنهج English Wallet رابع ابتدائي الدرس التاسع. اللي بيشوفني النهاردة لأول مرة نورته، ما تنسوش تعملوا لايك وتشير للفيديو لو عجبكم وكومنت حلو كده منكم، وكمان تعملوا سبسكرايب أو اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Let's start with Unit 9. وأول كلمة معانا النهاردة هي leaves. leaves وهي أوراق الشجر. leaves leaves leaves. okay، كمان معايا كلمة ايه تاني النهاردة يا مش شيماء؟ تعالوا نشوف مع بعض يا ولاد. معايا كمان كلمة ink. ink 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 ink، وهو الحبر الموجود دايما في القلم الجاف اللي بنكتب بيه، اسمه ink ink ink. اوكي، clay clay كلاي، وهو الصلصال اللي كلنا بنحب اللي احنا نلعب بيه وبنعمل منه اشكال جميلة جدا زيكو، اسمه كلاي كلاي كلاي. بعد كده لما نطلب من ماما صلصال ما نقولهاش احنا عاوزين صلصال، احنا عاوزين كلاي كلاي كلاي. very good. gun powder gun powder، وهو مادة الرصاص اللي جوه الرصاصة اللي بنضرب بيه بالبندقية، اسمه gun powder gun powder gun powder. okay، liquid liquid، وهو السائل، اي سائل في الدنيا بقول عليه liquid 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 liquid. كمان معايا كلمة compass. compass وهي البوصلة اللي بنستخدمها دايما في الاتجاهات، بتستخدم دايما في الفورست في الغابة او في البحر في السي او الاوشنز. اوكي، لما عاوز اعرف الاتجاهات وامشي ازاي مظبوط بستخدم كامباس كامباس كامباس. اوكي، ماسك ماسك، وهو القناع اللي بنحطه على وشنا في الحفلات في بيرث داي بارتيز او ممكن في اي حفلة تنكرية بنلبسه ماسك ماسك على الوش. ماسك ماسك ماسك. برينتر برينتر، وهي آلة الطبع الموجودة اللي بنطبع منها أي ورقة احنا محتاجينها، اسمه برينتر. بالمناسبة هتلاقوا كل الورق ده موجود بالتفصيل على صفحتي التعليمية باسم مس شيماء منير على الفيسبوك، تقدروا تعملوا لها برينت. اوكي، تطبعوها. فاير ووركس فاير ووركس، وهي ألعاب النارية اللي احنا دايما بنشوفها في السماء بتنور أنوار جميلة جدا زي ما احنا شايفين الصورة كده، دايما تبقى دي موجودة في الحفلات والأعياد. فاير ووركس فاير ووركس. اوكي، كمان معايا سايلر سايلر، وهو البحار المسؤول عن قيادة السفينة او المركب، بقول عليه سايلر 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 سايلر. دي كل الكلمات الموجودة معانا النهاردة في يونت 9. تشوف مع بعض الجرامر بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن first conditional sentence او القاعدة لـ F، وهي معناها لو او اذا، والفورم بتاعتها اول حاجة معانا النهاردة F، وراها present sample future sample. F بيجي وراها دايما مضارع بسيط وبعدين مستقبل بسيط. تشوف مع بعض امثلة كده. لما اقول if grandma has time she will make a cake، لو جدتي عندها وقت، لو أو إذا جدتي عندها وقت هتعمل لنا كيكة. يبقى هنا شايفين grandma has time the present sample، وبعدين future sample well و make ال verb في ال infinitive form. مهم جدا نحفظ القاعدة عشان نعرف نطبق عليها. أو أقول if it snows we will make snowman، لو هي نزلت تلج، الدنيا نزلت تلج كده، هنعمل snowman رجل الجليدي. احنا شايفين اهو it snows the present sample ورا f على طول وبعدين future sample. تاني حالة بقى، لو انا استخدمت future sample في الاول يبقى f في النص و present sample ورا f على طول. ده احنا ناخد بالنا يا ولاد انه f في الحالتين بيجي وراها present sample مضارع بسيط. طب تعال نشوف مع بعض examples امثلة عليها. لما اقول we will go to the beach if the weather is fine، احنا هنروح للشاطئ لو الطقس كويس. ادي we will go will go the future sample will go الverb في الانفينيتيف، وهنا احنا عندنا the weather is fine the present sample. اوكي، برضو احنا عندنا برضو مثال تاني. لما اقول dad will buy some fireworks if they aren't too expensive، بابا هيشتري ألعاب نارية لو هي مش غالية جدا.
ناخد بالنا من القاعدتين للاف ونذكرهم كويس جدا. طيب نيجي بعدها مع بعض بقى مع بعض على الـ usage وهي الاستخدام. It's used to express predictions، بستخدمها للتنبؤات، زي ما أقول if أحمد doesn't get up soon، لو أحمد ما قامش بدري he will be late for school، هيتأخر على المدرسة. ده كان النهاردة شرح مبسط لـ English World 4 Unit 9. كان معاكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.